احتفل سيادة المطران جوزيف نفاع الزائر البطريركي لمورنة شبه الجزيرة العربية بالذبيحة الإلهية في كنيسة مار شربل بعمان، حيث ترأس غبطته قداسا إلهيا. حضره راعي الكنيسة الأب جوزيف سويد وحشد من أبناء الرعية في المملكة. المزيد في سياق التقرير التالي. وفرح رعيته وردنا إلى أبيه وأغنانا بمواهب روحه. خلال زيارته للأردن ولقائه بأبناء الرعية في المملكة، احتفل سيادة المطران جوزيف نفاع النائب البطريركي على نيابة إهدن المارونية في زغرتا بلبنان الزائر البطريركي لموارنة شبه الجزيرة العربية بالذبيحة الإلهية في كنيسة مار شربل المارونية بعمان، حيث ترأس سيادته القداس الإلهي الذي أقيم في الكنيسة المارونية بمشاركة راعي الكنيسة الأب جوزيف سويد وحضور عدد من الآباء الكهنة وحشد من أبناء الرعية. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك ضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم على كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. وفي لقاء مع نورسات، نقل المطران نفاع تحيات غبطة البطريرك بشار الراعي لأبناء الرعية المارونية في الأردن، مشيدا بنفس الوقت بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين الأردن ولبنان. جيت بدعوة من أبونا وسام تحت لأعمل رياضة روحية لعائلة مريم. هل الحركة اللي بتجمع العائلات المجوزين وبتساعدهم يعيشوا حياتهم المسيحية ويقدروا يتخطوا صعاب الحياة مع بعضهم وعلى نور كلمة الله. كان لقاء كتير حلو مع عدد من نهين من العائلات، شاركنا فيه بكلمة الله وشفنا قدي الإنجيل بعده لليوم بيحكي عائلاتنا حتى بالألفية الثالثة حتى بكل العصور لأنه كلمة الله. وطبعا ولا ممكن اجي على الاردن الا ما امرق على بيتنا وكنيستنا، كنيسة مار شربل قديس لبنان، وشوف الرعية اطمن عليهم وانقل لهم تحيات صاحب الغبطة البطريرك بشار الراعي يلي عنده معزة كتير كبيرة لهالبلد. اردن ولبنان عندهم تاريخ كتير كبير من ايام المرحوم الملك حسين للايام وبعدها عم تستمر، ومنريد انها تكمل دايما علاقات مميزة، اخوة، تساند، احترام متبادل ومساعدة متبادلة. بوجه تحياتي لهالبلد، لأهله، للمسؤولين فيه، لكل شخص حقيقة ساهم بأن يكون الأردن بلد زهرة بين بلداننا العربية. راعي كنيسة مار شربل بعمان الأب جوزيف سويد قال بأن غبطة المطران نفاع وخلال ترأسه للقداس شدد في عظته على ضرورة تقوية إيماننا بيسوع عند مواجهتنا للمشكلات الحياتية والمآسي الطبيعية التي تفرضها الظروف الخارجية عن إرادتنا، موجها شكره لنورسات على اهتمامها بالتغطية الإعلامية لزيارة المطران جوزيف نفاع للأردن وللكنيسة المارونية بعمان. أول شيء بدي أشكر نورسات على تغطية هذا الحدث وكل الأحداث الروحية بهالمملكة المباركة. بدي أشكر حضور سيدنا جوزيف نفاع باسم سيدنا موسى الحج اللي كمان إن شاء الله قريباً بيكون بيناتنا. سيدنا جوزيف بكلمته اليوم كان عم بيتوجه للمرأة، المرأة الكنعانية اللي هي من صيدا وسور، من نواحي صيدا وسور، وجه رسالة واضحة لهالمرأة اللي كانت موجوعة، وجعها كان بنتها. ومين منا ما عنده وجع؟ مين منا ما عنده حدا بيوجعه اليوم؟ نحن بيوجعنا لبنان، بتوجعنا المآسي اللي عم بتصير بالعالم، الحروب اللي عم بتصير. مشان هيك اليوم باسم سيدنا وباسم كل الأشخاص اللي كانوا موجودين عم بيتابعوا هالوليمة، الوليمة خبز البنين اللي كانت عم تتوزع علينا الإفخارستية، بدي أقول لهم نعم قووا إيمانكم مثل المرأة الكنعانية، عظيم إيمانك يا امرأة. وبقول كلنا منقدر نكون
عم نسمع هالكلمات بقلبنا. عظيم إيمانك يا هالإنسان، عظيم إيمانك يا هالشاب، عظيم إيمانك يا هالمرأة. ما بعرف ليش في كتير ناس مثل ما قال سيدنا انسحبوا من بعد كورونا ويمكن قبل كورونا، وهلأ خلصت كورونا وبعدنا عم ننسحب أكتر وأكتر. لازم نرجع نخرق على قلب يسوع، وصدقوني قادرين ندهش يسوع بإيماننا. أنا باسم سيدنا جوزيف نفاع اللي هو نائب بطريركي وكمان الخليج هو تحت عبيته، وكمان نحن تحت صلاته، والجبة بشري اهدن الأراضي المقدسة كلها سوا، بدي وجه تحية لإله، بدي وجه تحية لأبرشيته، بدي وجه تحية لكل الناس اللي بيتابعوا رسالته عبر مواقع التواصل. وأكيد لكم كمان إذا كنتوا عم تكبروا بالنعمة وبالقامة وبالحكمة، إذا كنتوا عم تتواصلوا وتوصلوا البشارة، كمان تحية لقلوبكن. من كنيسة مرشار بالعمان أنا بدي أشكر نورسات مجددا، بدي أشكر القيمين عليها وكل الأشخاص اللي عم بيشتغلوا بحقل البشارة، لأنه اليوم اللي بينقصنا بشارة. وأكيد نحنا لازم نكون حراس هالألفية الثالثة، حراس الكلمة، حراس الأربان. شكرا لنورسات والله معكم. وكان غبطة البطريرك بشارة الراعي قد عين مؤخرا سيادة المطران جوزيف نفاع زائرا بطريركيا على موارنة بلدان شبه الجزيرة العربية. وجاء في مرسوم التعيين بأن مهمة الزائر البطريركي الجديد هي زيارة الموارنة في المنطقة العربية وتفقد أوضاعهم الروحية والرعوية والاجتماعية والاتصال بهم ومراسلتهم والعمل على تأمين المحافظة على لترجيتهم وتقاليدهم في البلدان التي يقيمون فيها. السلام لجميعكم وروحكم.